رائعة مع الترجي، ولكن خفت بريقه في بقية المباريات وفي بعض المناسبات حتى خارج قائمة 18 لمعين الشعباني. يعود اليوم ضد النادي الافريقي. يعود الطيب المنزياني، اول مباراة ليه كانت مباراة الذهاب ضد النادي الافريقي، اول ديربي ليه كان في المنستير. عمل تمريرة التها ياسين الخنيسي وخدمة كبيرة الخنيسي اللي سجل الهدف الاول بعد عمل كبير من الجزائري الطيب المنزياني. جزائري امامكم على الصورة، جزائري اليوم حاضر في التشكيلة الاساسية، جزائري اخر غائب مع المنتخب الجزائري. وهذه كرة تصويبه والهدف الأول، الهدف الأول للنادي الإفريقي. ياسين الشماخي، ياسين الشماخي سجل ذهابا يسجل إيابا في دقيقة 29، يفتتح باب التسجيل. الهدف الأول للنادي الإفريقي. هذه الإعادة صوب بقوة في شباك رامي الجريدي. أمامكم على الصورة من زاوية أخرى، تصويبة قوية في شباك رامي الجريدي، هدف افتتاح باب التسجيل بعد أن صام عن التهديف. يعود للتسجيل ياسين الشماخي الفنان الهداف، الفنان ولد سليمان، يفتتح باب التسجيل للنادي الافريقي. هدف دون مقابل، الهدف هذايا ينجم يعطي حيوية للمباراة، يعطينا مباراة ان شاء الله اكثر تشويق واكثر اثارة. قد نشهد ردة فعل الترجي او تأكيد معين الشعباني اللي مطالب بإيجاد الحلول قبل الدخول إلى حجرات الملابس وتعديل الأوتار في فترة ما بين الشوطين. الدقائق الأخيرة تشهد سيطرة للترجي. هذه كرة لصالح الترجي على اليسار، حسين الربيع تبقى لسعد بكير، بكير وهدف التعادل. سعد بكير ممتاز جدا، سعد بكير يسجل هدف التعادل في 43. التصويبة اليسارية اليساري المهاري، سعد بكير يسجل امامكم العرض الباتي، لم يجد لها الحل سيف الشرفي. تصويبة يسارية تستقر في شباكه، لا غالب ولا مغلوب بين الترجي والنادي الافريقي. بعد ما سجل الشماخي في 29، في 43 يعدلها سعد بكير، ممتاز جدا. المهاجم متوسط الميدان سعد بكير اللي كان غايب ولكن يفيق في اخر الدقائق في الفتره الاولى. هيثم الجويني واحد ضد واحد مع ولي ضيوف. هيثم الجويني يدخل منطقه الجزاء، يقوم بالمراوغه، يسدد والحارس الشرفي والكره يقول تخرج ضربه مرمى. هذا هيثم الجويني قائد الترجي، كان تقريبا وحيد في منطقه الجزاء دون مسانده. فما طيب المزياني خلتها لمست سيف الشرفي ولكنها خرجت. هذه كره مره اخرى عكس الهجمه لياسين الشماخي، الشماخي الشماخي توزيع، والثاني 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 للنادي الافريقي. المنوبي الحداد يضيف الثاني للنادي الافريقي بعد عمليه ممتازه من ياسين الشماخي، تلاعب بدفاع الترجي ووزع امام رامي جريدي، اقتنسها المنوبي. وهذه الاعاده، ياسين الشماخي يخرج من مركزه كقلب هجوم، يمشي كجناح دخل المنطقه يتلاعب يوزع، والمنوبي بين زوز مدافعين براسيه يسدد ويسجل الثاني للنادي الافريقي في توقيت 12 دقيقة لعب، يعني دقيقة 57 من المباراة. قلنا فما أهداف أخرى في الشوط الثاني، قلنا اللعب سيتحسن والأداء سيتطور والأهداف موجودة. وهذه المنوب الحداد يجيب برأسية، سجل الثاني للإفريقي، كان دون رقابة بين زوز مدافعين بين حسين الربيع واليعقوبي، سجل المنوب.